والله يحوز في نفسي أن أعود إلى الاكتفاء الذاتي، خاصة فيما يخص إنتاج الحبوب. لقد كانت الجزائر في حقبة زمنية قريبة مرفأ لأساطير التجارية من مختلف الدول لكي تأخذ حصتها من القمح الجزائري. كانت الجزائر خزان أوروبا، بل وخزان منطقة البحر المتوسط وحتى البلدان المجاورة. وأصبحنا اليوم تابعين لاستهلاكنا للحبوب كافة. تخلينا عن إنتاج الحبوب وتخلينا عن الأمن الغذائي للبلاد، وحان الوقت أن نسترجع هذا الأمن الغذائي. فمن غير المنطقي أن تكون بلاداً مثل الجزائر مساحتها 2,381,000 كيلومتر مربع بلد تابعاً اقتصادياً، خاصة في مجال الحبوب. نحن جيل الاستقلال، يتوجب علينا أن نعاهد أنفسنا أمام الله وأمام الوطن أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي بإذن الله تعالى، خاصة في مجال الحبوب، حتى نحقق هذا الاستقلال الاقتصادي نظير الاقتصاد السياسي الذي حققه آباءنا المجاهدون وأجدادنا المقاومون. فضلاً عن ذلك، سيكون لتنمية المناطق الريفية والمساحات الغابية والصحراوية والمناطق الجبلية وكذا الهضاب العليا مكانة هامة ضمن المقاربة الشاملة الخاصة بتطوير قطاع الفلاحة باعتباره من القطاعات الحيوية التي تعول عليها الدولة كثيراً في إنتاج مسار التنويع الاقتصادي. وضمن هذا المسعى دائماً تلتزم الحكومة بتنمية وتطوير العرض من المنتجات الصيدية من أجل رفعه من 104,000 طن سنة 2021 إلى أكثر من 166,000 طن في آفاق 2024.